مساء الخير يا ولاد. مساء مساء النور الخير. بابا. هل تعرفوني بأنفسكم في الحلقة الثانية من الكرتونيات؟ حقا أجل حقا. الأخ يوسف، نعم سيدي. ماذا تفعل الآن في هذه اللحظة؟ مبسوط جدا. نعم. وأنت يا أخ لطفي، ماذا تفعل الآن؟ حاجة صعبة ولازم أدمرها. ما هي هذه الحاجة؟ إني أصور فيديو وتافه. طبعا طبعا، وما مدى تفاهته؟ هل الفيديو تافه؟ أجل. وهل عرض هذا الفيديو أتفه؟ أيوه. وهل من وجهة نظرك ما هو الغير تافه والهادف؟ الهادف إن احنا نعمل حاجة مهمة، أما نعم. التافه إن هي حاجة مش مهمة. طيب، نريد أن نعرف منك يا أخ لطفي، ما هذا الشيء الهام الذي يدور في رأسك؟ إني أكون عسكري. نعم، جيش. في الجيش. ولماذا تكون عسكري في الجيش؟ عشان أحمي الناس. طبعا طبعا، حقا أنت تتكلم في شيء قوي. وماذا أيضا ستفعله؟ أحمي الناس وأكون رئيس الجمهورية. نعم، يجب أن تكون رئيسا للجمهورية. نشكرك السيد لطفي، وسنرى ما سنصل إليه مع السيد سمير. سيد سمير. نعم سيد. ماذا يدور في ذهنك في هذه اللحظة؟ أريد أن أفعل كل شيء. نعم، هل لك أن تذكر لي ما هذا الشيء، يعني واحدة أو اثنتان من الأشياء؟ أريد أن بعدما ننظف هذا المكان نعم نولع النار. نعم، يجب أن نولع النار. وأريد أن أضع بس لك، ولكن نوقد النار. نعم. وثانيا أريد أن أضع الفتمس للثعبان الذي صديقي الوحيد. نعم، صديقك الثعبان. أجل. يعني صديق. ما بالك يا لطفي؟ أكره الثعابين. لماذا تكره الثعابين؟ أصل جدي وريني تعبان وأنا صغير، كنت لسه أموت بسببه. واو، يجب أن نقتل هذا الثعبان. أيوة يا مان، المهم الشباك. ولكن سمير قد استأنس ثعبانا وأصبح صديقا لنا. أجل، إنه ستيكس صديقي. من ستيكس؟ ستيكس الثعبان. أنا عايز أشوفه. يجب أن تتكلم اللغة العربية يا لطفي. أجل أريد رؤيته. نعم، يجب أن تراه وتلعب معه وتوكله بيضة. بيضة؟ إنه يأكل البيض المسلوق والبيض الني، ويأكل بعض الخشاش مثل الجراد. وماذا يأكل أيضا يا أخ يوسف؟ هل لك أن تذكر لنا كم من ال... يأكل الفئران. نعم، من تكلم اللغة العربية إنه يأكل الفئران. الفئران المايس. وبيأكل البيض الممشمش. نعم، إنه يأكل البيض الممشمش. وبيأكل الفئران المايس. إنه يأكل الفئران المايس. وبيأكل البيض اللي هو المسلوق. المسلوق، إنه يأكل البيض المسلوق. نعم. وهل لك أن تسأل سمير ما نوع الثعبان؟ إيه هو نوعه؟ إنه يسمى بأبو الصيور. الصيور. نعم. هو بيصير. لا، إنه مصير بسيور. يعيش بأزور. يجب أن تتابع سمير في اليوتيوب حتى تستطيع أن تطلع على الحلقة الخاصة بالثعبان أبو الصيور، أو كما يقال سراير زراعي. لطفي، هل ستهتم بذلك؟ هل ستعلم كل المعلومات الخاصة عن الثعبان السراير أو أبو الصيور؟ يعني إيه أبو الصيور ده؟ إنه اسم من أسمائه. نوع من الثعابين. طبعا عايز أشوفه دلوقتي. يجب أن تراه على اليوتيوب حتى لا يؤذيك. لا، أنا سامي. ستيكس صديق سمير. لا، أنا عايز أشوفه يا سمير دلوقتي. لو تكلم اللغة العربية. تكلم اللغة العربية يا لطوف. سأقتلك إذا لم تريني إياها. بعد 700 سنة. نعم. عندما نكون أجداد هبقى أوريك. أيه، المسعد بحق على اليوتيوب.
خلاص يا سمير يا سمير، فلتريه إياه. ولكن أين ذهبت يا لطفي؟ يا لطفي ليس هنا. ليس هنا يا لطفي. أين هو؟ إنه يجلس في العنبوكة. فين العنبوكة؟ عنبوكة، عنبوكة الكائنات. فوق العنبوكة إذا ما تقول منفتبه. إنه يجلس مع المايس والكتاكيت ويأكل منهم ما يريد. مش ممكن إذا تزيد دلوقتي وأنا زيد. دلوقتي حالا؟ أهو. وهل هذا شيء هادف؟ أيوة. من ماذا يهدف؟ أنا عايزها. يجب أن تأخذها. سأحضرها لك عن قريب إن شاء الله. لا. يجب أن تنهي هذا الفيديو يا أخ لطفي. يا أخ لطفي. يا أخ لطفي. كمان. فلننهي هذه الحلقة التعيسة. فلننهي هذه الحلقة. ماذا تقول للأصدقاء؟ سلام وهذبحكم. أم كمان. ماذا تقول للأصدقاء أخ يوسف؟ باي. أخ سمير. باي باي يا أصدقائي. تابعونا على اليوتيوب عشان تشوفوا إيه موضوع الثعبان السراير. حتة بقى كده لكله كله. يلا حتة كله بقى. ممكن توقف الفيديو بقى؟ وقف الفيديو.